ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. لساتنا معكم بالأطباء 7 و6، فقرة كتير بحبها ودائما بحب أكون موجود على الكرسي اللي هون، لأنه كرسي كتير مريح بالنسبة لي، لأني بكونش في مكان الصعب هو مكان الاختبار. فقرة المسابقة هي فقرة بنتنافس فيها إحنا الأطباء مع بعض لحتى نوصل، الحمد لله أنا مش متنافس اليوم، بس حتى نوصل للجواب. عرض نعرضها لكم والدكاترة مع بعض بحاولوا يستنتجوا ويطلعوا المرض حتى نوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة وخفيفة. تمام. ولا تمام. تعني دائما نذكر وجود الأعراض لا تعني عدم استشارتك للطبيب، ولا تعني وجود هاي المشكلة، لازم تستشير الطبيب لحتى نحدد المرض. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. رقم أعطونا رقم 6. ايش؟ 6 لتر. شو هيك؟ أعطي الجواب. 6 لتر. رامي 6 لتر. لا مش لتر ولا كمية. 6 متر. ولا طول، عدد إشي. 6 أشياء. 6 ستات. 6 6. عدد إشي. عدد عقول. دائما دكتورة مسألني بأي ربع الأول ولا الأخير. الربع الأول من الجسم الأولي من هون وطالع. أيوة. عدد القطنية. لا. عدد الجيوب. لا الرابط بس. عدد عظام. عدد اللعاب. عدد عظام الرابط. وانا رحت بعدد عدد عظام الأذن الوسطى. لا يا زلمة. عظام الوجه. بالجهتين. عظام الوجه. عظام إيش؟ عدد عظام الأذن الوسطى. كيف عرفته؟ عرفه. جد كيف عرفته؟ بعرفه. أكيد فيش أسئلة مسربة جماعة جوا بالجلري. سؤال لا سؤال سهل جدا يا باطس، كيف ما بتعرفه؟ عدم أنا عدد أصلاً عظام هذا شكل دكتور جد. قلت المخرج. طيب المرض اللي راح نحكي لكم أعراضه هلا: حمى، وهن، صداع، غثيان، وهن، قلق وارتباك، فرط النشاط صعب شوي، صعوبة في البلع، إفراز اللعاب المفرط، أرق، الخوف من الماء. الخوف من الماء. قد تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا وقد تستمر لأيام. ولا عندي أي التهاب فكرة. الغدد اللعابية؟ لا صعب. ولا عندي أي فكرة. خوف. عيد من جديد أشوف بلكي. هاي خلطريها لذيذ. حرارة، صداع، غثيان، أعراض عامة، قلق. أيوة. وارتباك، فرط النشاط، صعوبة في البلع، إفراز اللعاب المفرط، الأرق، الخوف من الماء. قد تتشابه مع الإنفلونزا وقد تستمر لأيام. صعب. في صورة نشوف إيش عندكم صورة فجونا. أطلع بالي الصورة. الكلب. الكلب الريبس. حبيت الصورة. قوية. من وين جبتها؟ الكلب أو الريبس. تعرف هاي الأعراض؟ بس يعني لازم قبلها يكون في عضة كلب. عضة كلب يعني هيك لحالة بس يعني. إذا عطتكم عضة الكلب راح تبين يعني داء الكلب اللي هي مرتبطة بعضة الكلب. طيب سؤال اللي بعده. يلا. عرفتوا متابعينا ركزوا معي، حكينا صداع، حمى، غثيان، قلق وارتباك، فرط النشاط، صعوبة في البلع، إفراز اللعاب المفرط، أرق، خوف من الماء، شبه عرض مع إنفلونزا. السؤال اللي بعده. أكيد كلب، ما تنسوش الكلب. طيب تأخر في النمو أطفال إحنا بنحكي. ضعف في العضلات، ألم في العمود الفقري أو الفقري والحوض والساقين. جوفينال روماتويد أرثرايتس. أحكي دكتوري عربي رجاء. اللي هو الروماتويد تبع الأطفال. بعرف شو اللي هو روماتيزم الأطفال. التهاب مفاصل قصدك. لا روماتيزم الأطفال. روماتيزم. لا غلط. انحناء الساقين. طلع السحائل. شوف ركتس. ركتس فوليو. ركتس. شو اسمه الركتس بالعربي؟ نقص فيتامين د. بس شو اسمه؟ لا 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 بالعربي السحايا. لا الركتس حساي. اسمه الركتس حساي. الكساح. 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 ابدعت رامي، ابدعت اليوم، ابدعت ما شاء الله، رجعت الى عهدك. ايوه هاي صوره عشان نعرف الكساح. اذا الكساح هو تاخر في النمو، بيعمل تاخر في النمو، الم في العمود الفقري والحوض والساقين، ضعف في العضلات، انحناء الساقين والركبتين. ونشوفه أكيد عند الأطفال وبنعمل تداخل له حتى نحل هاي المشكلة عند الأطفال مع مراجعتنا عند طبيب جراحة العظام والمفاصل. شكرا كثير لكم. نرجع نذكر هاي الأعراض لا تعني وجود المشكلة، نراجع الطبيب نطمن من السبب. إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هالفقرة. أبدعت اليوم 2 يعني مميزين. رامي المبدع اليوم. رح نستمر بالأطباء 7. خليكم معنا.